مرحبا أعزائي الأطفال، سنقرأ اليوم حكاية شيقة وممتعة. هيا أنصتوا إلي يا أطفال. عنوان حكايتنا اليوم: شادي والعصفور. في يوم من أيام الربيع كان الجو معتدلا والشمس مشرقة والسماء صافية. قام شادي بنزهة في بستان قريب من بيته، وبينما هو يتجول بين الأزهار والأعشاب سمع صوتا يناديه ويقول: يا شادي تعال إلي وساعدني. اقترب شادي من مكان الصوت فشاهد عصفورا يرتجف من الخوف. حمله بين يديه وقال: ما بك أيها العصفور الصغير؟ ماذا تريد مني؟ لماذا لا تطير؟ قال العصفور: جناحي مجروح يا شادي، لا أستطيع أن أطير بجناح واحد، خذني معك إلى بيتك وداوي جرحي. أخذ شادي العصفور إلى البيت، نظف جرحه وضع عليه دواء ولف الجناح بضماد أبيض. أحضر قفصا ووضع العصفور فيه وسماه كوكو. إلى اللقاء أعزائي الأطفال، سنتمم حكاية شادي والعصفور في حصة مقبلة. إلى اللقاء.